السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متواجد الآن أنا في منطقة شكورتشاير. عرضنا اليوم مميز، فيلا بتصميم راقي ومساحة جميلة وإطلالة أروع. المنطقة اللي أنا متواجد فيها منطقة اسمها منطقة شكورتشاير. منطقة شكورتشاير منطقة كبيرة تابعة لبوستيفا أيضا. فالمنطقة هذه منطقة ساكنة وهادية، يعني الناس اللي يحبوا الهدوء والسكون يقدروا يتملكوا في هذا المكان. فالفيلا هذه مساحتها 600 متر مربع مساحة الأرض، ومساحة الأربع طوابق أيضا 600 متر مربع. الشيء المميز في هذه الفيلا حديقتها وإطلالتها، أنها إطلالة بحر وإطلالة الطبيعة، والحديقة الأمامية تبعها مميزة جدا. الحديقة أو الفيلا على الشارع الرئيسي يعتبر ممر للمواصلات، بالإضافة إلى في مطعم اسمه مطعم جبهانليك، 5 دقائق من الموقع، مطعم سياحي معروف لأهالي طرابزون، وبالإضافة إلى الميدان 8 دقائق، يعني مسافة جدا قريبة من وسط البلد. تعالوا مع بعض نديكم تفاصيل أكثر على أرض الواقع، إطلالتها ومساحتها وتفاصيل الأدوار كلها على أرض الواقع. تفضلوا معنا. وصلنا مدخل الفيلا الرئيسي. المدخل زي ما تشايفين من هنا يمينا على طول، حاطين هنا تدفئة ولوحة المفاتيح، وعندنا المنطقة هذه نقدر نحط فيها دولاب مخصص للأحذية والعبايات. يمينا عندنا هنا دورة مياه أولى مع مكان للمغسلة. في الفيلا هنا في حاجات صاحب الفيلا تركها للعميل المشتري، يعني قصدي اللي هو المطبخ، بالإضافة إلى الأدوات الصحية في دورات المياه. عندنا هنا يميننا مصعد مخصص للفيلا، يعني المصعد هذا يخدم الأربع طوابق كاملة للفيلا، مركبين مصعد جميل يسع لست أشخاص. يسارنا هنا عندنا المطبخ، زي ما قلت لكم أنه المطبخ عايد على العميل يختار الموديل اللي يبغاه، وعندنا إحنا شركات متخصصة في موديلات المطابخ اللي يبغاه العميل، نصمم له أحلى مطبخ نركبها له. مساحة المطبخ جيدة، داير مدار، يقدر يحط هنا قسم وهنا قسم آخر، الأرضيات باركيه، شيء جميل. عندنا الإطلالة الأمامية كاملة زجاجية، إطلالة بحر، وعندنا إطلالة الجبل مع الطبيعة. ما ننسى أيضا أنه الديكورات السقفية اللي موجودة في كامل الفيلا ديكورات ليد مخفية بإنارات الليد. عندنا مخرج البلكونة هذه نشرحها لكم من جهة الصالة. تفضلوا. عندنا هنا الكوريدور، الدرج المؤدي إلى الدور اللي فوق من هنا، وينزلنا تحت في البدروم أو الدور الأرضي. عندنا هنا الصالة، داير مدار جاي في مدخل من هنا ومدخل آخر من هذا الجهة. الصالة جاية على شكل أقدر أقول L كبيرة، قسم من هذا الجهة وعندنا قسم آخر، شيء جميل. نقدر نرتب ديكوراتنا بالشيء اللي نرغبه على مزاجنا، نحط طقم كنب هنا وجلسة عربية، الشيء اللي نرغبه نقدر نتصرف في هذا الفيلا أو في هذه الصالة. لو تلاحظوا أنه الواجهة كاملة جاية شبابيك أو نوافذ زجاجية زي ما أنتم ملاحظين، والديكورات السقفية زي ما شرحت سابقا موجودة في كل الغرف والصالة. نتوجه إلى البلكونة. هذه البلكونة لها مخرج من المطبخ والمخرج الآخر من الصالة. إطلالتها إطلالة رائعة على البحر، وعندنا من الأمام على الحديقة الخاصة للفيلا، إطلالة
جميلة ورائعة. تصميم الفيلا جاي على شكل خشبي، يعني ماخذ تصميم عثماني جميل ورائع. زي ما شرحت لكم، الأرضيات باركيه درجة أولى، المواد المستخدمة مواد جيدة ذات كوالتي رائع. فكذا أعطيتكم تفاصيل الدور الرئيسي، عندنا الصالة الكبيرة مع المطبخ مع دورة المياه ومدخل المصعد. ننزل مع بعض تحت ونشرح تفاصيل الدور اللي تحت. حتى لو تلاحظوا الدرج كمان مع الدربزين خشب نوعية جيدة. وصلنا الدور اللي تحت الدور الرئيسي، الدور الأرضي نقدر نقول، أو الدور الأول. الدور الرئيسي فوق، الدور الأول هنا. أول ما نزلنا عندنا هنا الصالة الثانية، يعتبر تقريبا زي الصالة اللي فوق بنفس الحجم بنفس الطريقة، جاي على شكل L ولها مخرج للحديقة، ندخل لها من الغرفة الجانبية. نفس الفكرة، جاية نوافذ زجاجية وعندنا التدفئة. نظام التدفئة هنا نظام تدفئة مركزية، ناخذ جهاز كبير يصير تدفئة عن طريق الكهرباء. نطلع من الصالة نجي هنا على الغرفة هذه. الغرفة هذه نقدر نستخدمها كغرفة خدامة مثلا، لا حمام خاص فيها، وعندنا الغرفة مساحتها جيدة يكفي مثلا لسريرين أو سرير واحد كبير، نقدر نستخدم الشيء هذا كغرفة خادمة. نطلع للبلكونة أو المخرج المؤدي إلى الحديقة. لو تلاحظوا حاطين بلكونة بنفس مستوى الحديقة. الحديقة هذه تابعة للفيلا، مساحتها ممتازة جدا. مساحة الأرض 600 متر مربع، مساحة البناء تقريبا 160، وكل الطوابق 600، يعني أقدر أقول مساحة الطوابق 600 متر مربع مع مساحة الأرض 600 متر مربع. الحديقة هذه تابعة للفيلا، وعند الحديقة اللي تحت كمان تابعة للفيلا، ننزل لها من هذه الجهة. فنقدر نستخدم الحديقة هذه بالشيء اللي نرغبه، نحط سور ونستخدم، نقدر نحط مسبح، ألعاب أطفال، جلسات، بالشيء اللي نحبه ونرغبه. وفي منطقة أخرى هنا، المنطقة هذه برضو حديقة صغيرة تابعة، نقدر نرتبها إحنا بالطريقة اللي تعجبنا. في مخزن من هذه الجهة، هذا المخزن نقدر نستخدمه بالشيء اللي نريده، نحط أشياءنا الزايدة. فزي ما قلت لكم انه مساحة الارض 600 ومساحة البناء 600، يعني مو 1200، لا، مساحة البناء اللي جاية 6 طوابق، الاربع طوابق قصدي، 600 متر مربع. نكمل تفاصيل باقي الفيلا. اعطيتكم تفاصيل المدخل الرئيسي والدور الاول اللي تحت. ننزل مع بعض الدور البدروم. فالغرفة هذه غرفة خادمة لها دورة مياه خاصة فيها، لو تلاحظوا ناقصها الدش الكابين اللي هو الزجاجي تبع المروش. عندنا هنا كمان حاطين دورة مياه، مساحتها كبيرة، تقدر تستخدمها كدورة مياه، وتقدر تقولوا لا نبغى نغير، يكفينا دورة المياه اللي فوق، نحط هنا مثلا ساونا، نقدر نغير بساونا. ما ننسى ان الديكورات السقفية تبع الكوريدورات جاء بطريقة حلوة، نقدر نحط نجفات بموديلات جميلة ورائعة. ننزل مع بعض دور البدروم.
وصلنا الدور البدروم، الدور اللي تحت الأرض يعتبر. أول ما ننزل عندنا منطقة تحت الدرج برضو نستغله بالشيء اللي نبغاه، ديكور معين نقدر نستغله بالشيء اللي نرغبه. نجي هنا في المنطقة هذه، مساحة كبيرة وشاسعة لنا حرية الاختيار، نقدر نحط فيه صالة رياضية أو جلسة أو بالشيء اللي نرغبه. لو تلاحظوا مساحة كبيرة، لكم حرية الاختيار بالشيء اللي تبغوا تسووه، صالة رياضية، جلسات أرضية، لكم حرية الاختيار. في هنا منطقة أخرى، المنطقة هذه برضو يعتبر كمخزن إضافي، نقدر نحط فيه مثلا الأجهزة تبعنا تبع التدفئة، وهنا عن طريق الريموت ينفتح الباب وتقدر تدخلوا مثلا سيارتكم أو أي شيء. وفي مخرج للحديقة الأرضية اللي قلت لكم إن نقدر نستغلي الحديقة الثانية اللي تحت، حديقة نقدر نستغلها، وقلنا لكم مسبح تطلعوا لها من هذا الجهة. كذا أعطيتكم تفاصيل البدروم والدور الأرضي الأول والدور الرئيسي. نطلع مع بعض آخر دور نشوف إيش اللي موجود. قبل ما نطلع، في هنا الغرفة هذه غرفة تحكم بأجهزة المصعد، غرفة تحكم بأجهزة المصعد، يعني لا سمح الله إذا صار شيء في المصعد يعني حقين الصيانة يجوا والأجهزة موجودة في هذا الغرفة. تعالوا مع بعض نطلع الدور الأخير ونشوف تفاصيل الدور وإطلالته. وصلنا الدور الأخير، الدور هذا موجود فيه 4 غرف نوم بالإضافة إلى منطقة خاصة بالغسيل. نشرع مع بعض غرفة غرفة. أول ما نجي هنا الغرفة الأولى، الحاجة الحلوة في الفيلا هذه إنه مساحات الغرف كبيرة، يعني تقدروا تحطوا سريرين إلى 3 بالشيء اللي ترغبوه. في مخرج للبلكونة هذه، البلكونة هذه مشتركة بين الغرفة هذه واللي جنبها، ميزتها إطلالتها على الطبيعة. والفيلا هذه مع الفيلا اللي جنبها في منطقة هادية وساكنة، يعني شيء جميل ورائع. نطلع من الغرفة نشوف تفاصيل باقي الغرف. لو تلاحظ حتى منطقة الكوريدور واسعة، اللي هو توزيع الغرف، غرفة هنا بجوار الغرفة الثانية. مساحات الغرف جاية 4.5 في 4، مساحة كبيرة، أو 5 في 4. إطلالة أمامية على البحر، شيء جميل ورائع. وعندنا إطلالة من الجنب على الطبيعة. وما تنسوا المدخل الآخر للبلكونة اللي كنا فيه قبل شوية من الغرفة هذه أيضا. نجي على الغرفة الثالثة، الغرفة هذه مساحتها ممتازة، أصغر من غرفتين الأولى، ديكورات سقفية رائعة، أرضيات باركيه، لها بلكونة أمامية. البلكونة هذه مساحتها 2 متر في 4 أمتار، إطلالتها على البحر مباشرة، إطلالة رائعة على البحر وإطلالة جميلة على الخضر، على الطبيعة الخلابة. نكمل تفاصيل باقي الغرف. نجي هنا على الغرفة الرابعة، الغرفة الرابعة هذه تقدروا تقولوا عنها إنها غرفة الماستر، مدخل خاص فيها ومنطقة خاصة بالدريسنج روم، نقدر نحط هنا دولاب صغير يكون أرفف، منطقة خاصة بالدريسنج روم. الغرفة هذه دورة المياه تابعة لها، هذه هي لو تلاحظوا دورة مياه كبيرة، بس ناقص زي ما قلت لكم الأدوات الصحية مثلا المروش. مكان خاص لو تلاحظوا بالسرير، مجهزينها انه منطقة السرير راح يكون من هذا الجهة،
على أساس إنه رأس السرير حاطين فيه ديكورات سقف من هذه الجهة. وعندنا هناك الدولاب اللي هو منطقة الدريسنج روم، وتكملة أدوات الموبيليا اللي هو غرفة النوم نتصرف فيها. الإطلالة الرائعة هذه برضو إطلالة غرفة الماستر، إطلالة خيالية جميلة ورائعة من غرفة النوم الرئيسية. نطلع من غرفة النوم الرئيسية نشوف إيش اللي بقي لنا آخر شيء. ثلاث غرف بالإضافة إلى غرفة النوم الرئيسية. عندنا هنا المنطقة، المنطقة هذه في دورة مياه لحالها يخدم الغرفتين أو الثلاث غرف الأولى. ومنطقة الغسيل هنا نقدر نحط غسالة الملابس مع السخان في هذا المكان، فيصير منطقة خاصة بالغسيل. وهذه البلكونة الخلفية، البلكونة هذه مساحتها متر ونص في 4 أمتار، إطلالتها على الجهة الخلفية للطبيعة. كذا أعطيتكم تفاصيل كاملة عن الفيلا هذه، 4 طوابق مساحتها 600 متر مربع مع الحديقة التابعة لها. أرجو أنها تكون نالت على إعجابكم. في نهاية الفيديو أرجو أن يكون المحتوى أعجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات أسفل الفيديو. التفاصيل والأسعار موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو. ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.